يقول: ما حكم من ترك ركعتي الطواف وكذلك من ترك المبيت بمنى أحد أيام التشريق وبات في مكة وذلك لعدم توفر المواصلات؟ من ترك ركعتي الطواف فلا شيء عليه، لأن ركعتي الطواف سنة وليست واجبة. وأما المبيت في مكة لعدم توفر وسائل النقل، إذا كان الواقع ما ذكر وأنه ما يريد الذهاب إلى منى لكن ما وجد ما يحمله وهو لا يقدر على المشي، ولا منى قريبة من مكة يقدر يمشي، لكن ما وجد هو مقعد ولا مريض ولا ما يقدر يمشي ولا وجد وسيلة نقل، هو معذور. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أما إن كان يقدر على المشي يجب عليه يروح يمشي قريب. نعم.